والله لا كان جاب الغلط. لك ليش لك يا ابو قاسم؟ ليه لك فريز؟ انت مثل الفرد الكرار عند عاستو بيروكي. اشبك لبك فريز النو بين ايديك سيدي ابو قاسم. صار لك كم يوم عم تمر عليه مريه وانا عم دور عليك بدي لقطك. وين كاين؟ شو بدنا نعمل يا ابو قاسم؟ يعني انا وين بتاخذني جري بروح معه؟ بقى بتلاقيني كل يوم بحاره، كل يوم بزار، كل يوم بمديني. المهم صهري عنده خزانه بده يبيعها، الك مصلحه فيها؟ معلوم انا اللي لي مصلحه، بس بدي اشوفها بالاول، هي مصلحتي. مشي، مروق لعندي بنروح سوا بنشوفها. الليله سيدي، الليله ان شاء الله. ماشي، بتجي لعندي بروح انا وياك لعند صهري وبتشوف الخزانه. يلا السلام عليكم. كون اخذت لسان يقطعوا لسانك من لغليغه. على حسابي يا على حساب. لك بليك قلت شو بهمتني. يا اللي عندك زان هذا يا عجرك يا اللي عندك يا اللي عندك يا اللي عندك يا اللي عندك يا اهلا اهلا نبو اهلا فريدو الله يحفظك يا سيدي الله يحفظك يا الحمد لله. دخلك شو فيه هذا الاطرميز ورا؟ اطرميز ايه؟ شو فيه الله يرضى عليك. يلا انا برجع لعبد منك. ايه مع السلامة دمي. الناس يا فول. يلا نوزان اتقتي يا للبيع. لك الله يسعد لي صباحه ابو ياسر، معيتك ناولنا صحن فاضي، نحط فيه هالسان احسن ما يجي له شي هارون يشفطه من بين ايدي. مين؟ فريز افندي بديارنا؟ يا مرحبا يا مرحبا، اشرقت الانوار والله. ما عم نستغني يا اخي ابو ياسر، ما عم نستغني. وهي صحن فاضي سيدي. لك الله يسرحك يا ابو ياسر، حط لنا فيهم كم حبة فول، ناكلهم مع هذا لسان، الله يطعمك حجة بجاه الحبيب محمد. ولك يخرب بيتك على هالسان شو حلس مليس. ايه لك يا ابو ياسر هذا الزمن بده حلاسة وملاسة وكياسة، لك لك انت سيد راسي يا ابو ياسر. يا الله. تفضل سيدي وهي صحن فول. ولك فريز انت بدك تقضي عمرك من غير حساب وانت عظمك ذهب. يا سيدي حساب يوم الحساب سيد راسي. ناولنا ناولنا عرق. يا عدمياك شو مأنتن ونشح. معيتك ابو ياسر ناولنا القرب نعنا وفح البصل. في عندك مخلى؟ يالي يا بندورة. اخ يا عم احمد يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس، خليها لربك. طولي بالك لك اختي الا ما تفرج. صابر ومحمد كبروا وكبر مصروفهم وهمهم والحالة ضيقة والمصروف كاوي، منين بدي لحق أنا؟ يلي عنده زنات أتيال البيع، يلي عنده زنات أتيال البيع. ما بخبي عنك، من يوم ما تركنا المرحوم أبو صابر وراح لرحمة ربه أنا ما صفي لي سند غير رب العالمين. ولو ما أنت أمنتي لي شغلة الصوف يمكن درت بالحواير عم بشحد. لا تحكي هيك، كلنا بالهوى سوا لك اختي. بيت ومدارس واولاد، منين بدي اجيب انا؟ الله يحمل معك ويرزقك يا حق. لك كان من قليل انا عم بيع جهاز عرسي قطعه ورا قطعه. يلي عندها وعيتي على البيع. عن اذنك ام احمد. يا أخي يا أخي يا بياع العتايق. أمرين يا أختي. عندي أنصلية بدي بيعها، إلك مصلحة؟ معلومة لي مصلحة، بس بدي أشوفها بالأول. بدك تشوفها؟ إيه مو مشكلة. خذي لنا طريق أختي، خذي لنا طريق. تكي يا أخي لأفتح لك. فوت يا أخي فوت. يا ساتر. يلا يلا الأوضة اللي على شمالك. يا ساتر يا ساتر. والله برماك الهوى يا ناعي، هون هدى الطير وطار، هون هدى الطير.
التيار وطاع قولي على بدني شو هالمرة اللي بتاخذ الأعين؟ مو طالع من خاطري بي على هالأنصلية. الله بيعودك بالأحسن. الله كريم، ربك ما بينسى حدا يا أمصار، طولي بالي. جارتي واختي ام احمد. تسلمي لي يا رب. اترك هالقشطة والعسل شلون؟ عمل لك اطلع لبرا، اطلع لبرا يا حقير يا واطي يا ندل، يا ما اطلع لبرا. يملك بعت لك كيف طالع مثل الشيطان الرجيم نقلع من هون ولا؟ شلون بدي اطلع من هون قبل ما ادوق القشطة والعسل يا حبيباتي؟ شلون؟ فشرت عينك يا ابن الحرام، فشرت عينك. خلصنا بقى، كني انت وياه ولد ولا طالعوا سوا، خلونا نصطيج مع بعضنا، ولا من جاب ولا من دري. ولك ما فشرت يا ابن الكلب، روحك بدي طلع لك اياها، ولك تعلم. خير الله وبجعله خير. شو صاير عندهم؟ ابصر، لا حول ولا قوة الا بالله. استنوا، من هون جاي الصوت؟ اكيد. ليه الصوت؟ من بيت ابو صابر الله يرحمه. ابصر شو صاير عندهم. يا اهل الحارة، يا حارة، يا حارة، يا حارة، يا حارة. شو عم تسوي؟ انا سألتك شو عم تعمل عند المسورة؟ ما يا رجال الحارة الحقونا. اهدي اهدي يا اختي، انا ابو طالب ورجال الحارة كله بخدمتك. احكي. يخلي لك وش السعد يا اخي وتفرح فيها، تلحق هذا النجس بياع العطايا وتقب. والله يخليك. شو عمل معي؟ الخسيس، الخسيس حاول يتراسل علي انا وجارتي محمد. الحقني يا ابو طالب. لا يا عاطل، اهدى يا ابو سيدي يا ابو طالب. والله كذب، كله كذب. العلي ما دفعت لك حق الوصيه مثل ما بدها، صارت بدها تتبلاني وتحط من كرامتي ومشاني. يلا وكيلها. شوف يا شباب، هذا العاطل حاول يعتدي على مرت المرحوم ابو صابر. لا شو عليك يا واطي؟ يا ساتر يا رب. كذب يا سيدنا، كذب كذب كله كذب. خرج يا شباب. وين الحربة؟ يا جماعة وين الحربة؟ بعدين كل حادث حديث. مزبوط، الحال الكذاب لورا الباب. خير 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 يا اختي، شو صاير؟ احكي لنا. ما لحق هذا الدجس يفوت على الاوضه لحتى يشوف الانصيه، ما لقينا غير دافش الباب علينا وفايت مثل الشيطان. هي والله يا اسيادنا، لو ما كنت عند اختي مصابر الله اعلم شو كان صار بحالنا. استغفر الله العظيم، يا ساتر يا رب. لا يا واطي، لا هذا على حلم الشهيد بالبيت. يا سيدي راجي تحيلك، يا سيدي راجي تحيلك، يا سيدي راجي. شو بك ولاد؟ شو بك؟ وين فايت انت؟ هذا بفر ولا فكر حالك؟ فايت عميتك ولاد؟ كيف ضربتك على راسي؟ انا بعرضك يا سيدي. شو بك؟ هدي لشوف. شو بك مثل صوص المدبوح؟ احكي لي شو صاير معك؟ ابو طالب انا واطي بده يخلص علي، بده يخلص علي يا سيدي. شو يخلص عليك؟ شو ما في دولة، ما في حكومة، ما في قانون، ما في مقبر؟ مشان هيك انا بعرضكم، انا بحمايتك يا سيدي. ولك نصار شو فكرني انا؟ شو فكرني؟ اخذت الحكومة كلها يا سيدي. قولك قولك، شوف عود هنيك واحكي لي بالتفصيل شو صاير معكم؟ نعم بعيونك شو محتاج. هات لشوف، احكي لي بالاول
ولا قال لك نعمل محضر يا بهران؟ لك شو محضر ما محضر يا سيدي؟ لك اخي ما بدك كان احميه؟ خليني احكي لك بالاول، بعدين انا حمل محاضر، انا حمل محاضر. شوفوا لا انا بعرف عمايلك، ليكون عامل لك شيء عامله ناقصه وجعل عندي لحتى احميك حاجه بكفي. انا حميتك كثير ما عاد ناقصني، فهمت؟ لك يا سيدي والله انا مقدر منيح، كثير مقدر، وبعرف قديش انت متحملني. طيب هات لي شوف، احكي لي من اول. يلا يا سيدي، عم يتهموني اني لك انك شو؟ اني ولا خلصت احكي؟ اني تحرشت بحرمتك. شو قلتوا؟ لا انت مقبوض عليك يا بهران. بهران تحكيلك يا سيدي ولا حرف لك. خدامك سيدي، انا خدامك. خدامك من الاول دلحتني على الفاضي. احكي من الاول هيك. والله ما عم صدق سمعته. لك حرمه من عيالنا وخلانا عم تبيع اغراض بيتها مشان طعمي ولادها شيء. يا ما ورا الباب السكره في مقاسي ومصايب لك عميم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. يا ناس يا طيبة يا ناس يا مبوس إيسيبة يا بسيبة. وفي فريز النو. شبو هرب. شو عم تقول؟ لك شون هرب؟ يخرب بيتكم. لك شو حرمات؟ لك شبين بالسكر وحارة، واحد سوز قد الكمشة بيهرب منكم. شلون؟ تحايل علينا بدود حاجة، فات على الجامع وما تلاقينا يا بدش راسي. لك كنتوا دوروا عليه. لك ابني دوروا عليه. دورنا عليه يا سيدنا، الله وكيلك، دورنا عليه وما كنا نلاقيه. ما خلينا زابوقة ولا حارة تعتب علينا، الله وكيلكم. شرفوا سيدي، قلتلكم خلوني احط الحد عليه واخلص منه، ما رضيتوا. هي هرب بعملته الوسخة. ليش نحن كنا عرفانين انه راح يهرب من ايدين شبين بياكلوا راس الحية؟ كنا عرفانين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع انت وياه، الارض بدكم تربشوها، ما بترجعوا الا هو معقول. يلا امرك عمي. امرك عليا عمي. الله معكم. شرفوا. بس هي اخر مره مفهوم؟ اخر مره. ها والله بري، والله بري يا راجي افندي. كذابين كذابين، دائما بيتهموني، ماني عرفان ليش بيكرهوني. بيكرهوك؟ ليش انت بالاول بتحب حالك لحتى حدا يحبك؟ الله يسامحك يا سيدي، الله يسامحك. الله لا يسامحك. هلا بتروح بتختفي وما بدي اشوفك منوب لحتى نعرف كيف نحل القصه. وابو طالب راجع افندي. ولك يا اخي ابو طالب تابع لمخفى الأنوات، انا ما دخلني فيه، ما لي سلطه عليه. طيب مين بده يحميني؟ انت ما دخلك بالقصه، لازم تختفي هالكم يوم، واذا كبرت القصه انا بدبرك. بس خايف يا راجي افندي، خايف يكونوا عم يدوروا علي ويوم يلقطوني والله بيشخطوني. اي ساعتها الله لا يردك. بهون عليك سيدي، بهون عليك. ليك ولا اسمعني منيح وما رح عيد كلامي. حاضر سيدي حاضر. هلا ابو الشكل عنده ابو فهم الانتكاتي، بتعرفه؟ ما بعرف غيره. ابو الشكل عنده هو بيعرف وين بده يخبيك، لانه هذا قلع من الحربايه، بتضل متخبي عنده لحتى انا ابعت لك خبر. مفهوم؟ مفهوم مفهوم سيدي مفهوم. راجي افندي لك روح، الله يخلينا اياك ويعلي مراتبك، وان شاء الله بجاه الحبيب محمد بشوفك جنرال. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار، فوح يا ريحان سلم أحبابي.